20 عام وحنا هنا. المشاكل عندنا حنايا هي الماء والبركاسه، خاصها تكون عندنا هنايا وتنظف شويه ديال الشانطي، فهمتني؟ ولكن يصابوا لنا شي طويب بلاتنا، هذا الشيء اللي كاين هو. خاصنا الماء ضروري من الماء، حنا دابا كنمشيو تلقى جوج كيلومتر ولا كيلومتر ونص باش كنجيبوا الماء. كنخلصوا عليه وكنجيو هنا وهذاك الزبل كنجمعوا، وقال لك خاصك تجمعيه وديه معاك. لا حنا ما غنديو معنا نلوحوا من محلاتنا ولا شنو؟ وفروا لنا فين غنلوحوا هذاك الشيء. مقورين راسك كتشوف التكرفيس ديال الريش والمصارن وهذا الشيء، كيبقى بنادم يتشاتف عليه وفوق وتشا ما تدخلش، ما تلقاش منين تدخل ولا منين تخرج، فهمتيني؟ بغيناهم يعطيونا شي طويبلات، وبغينا الناس المسؤولين كنطالبوا منهم يقربوا لنا الماء ويعطيو يديروا لنا شي بركاسه حاشا وجهكم في اللوح وفيها الزبل. الماء كناخذوا ب 400 درهم وراه ما كيدوش هذا 400 راه مازال وما كتقدش، فهمتي؟ وكنخسروا عليه 1000 فرانك ديال ليسانس باش كنجيبوه باش كنحطوه هنايا. وهذا قال لك خاصك تنظف هذاك الشيء وديه معاك. في غنديو في غنلوحوا حنايا، نلوحوا في الطريق، جيبوا لنا البركاسه نلوحوا فيها هذاك الشيء. واش انت كتشوف الحاله؟ واش انت راه ما كاين حتى واحد، حتى واحد ما كيوصل هنايا. لا حطينا كنحطوا له. لا خويا كنكونوا خدامين، كتغطس البنادم في برميل، عندك برميل واحد ب 400، الا زقيتي جوج ولا ثلاثه ب 1200، وانت عندك مسؤوليه شحال غتصور؟ كتغطس البنادم وكواك وخاطرك دارك، كيدي بنادم مشى للدار عاد باش يعاود ينظفوا الماء، حيت كون كان الماء يكون عندك جبرامل ولا ثلاثه ديال الماء، واحد اختصاصي كتنقي به وواحد كتغسل فيه، المهم غا يكون داك الشيء نقي على حق وطريق. راه البرميل نظر معنا البرميل كيدير حالته وتشف فيه، لا اله الا الله محمد. هذا هو هذا هو المجتمع اخويا، هنا فين حطنا الله؟ ما لقيناش البديل، كون لقينا شي حاجه ما احسن مرحبا. ما كرهناش يصايبوا لنا السوق، يديروا لنا حتى حنا بلايص فين نخدموا حتى حنايا وداك الشيء نقي على حق وطريقه. واخرين كنمشيو لهم كل شيء منظف، قيسر صوبوا لها مارشي ديالها نقي على حق وطريقه، البطوار نقي، الماء في بلاصتو، كل شيء منظف، كل شيء نقي، كل شيء. هنا اخويا كاين واحد شويه ديال الاختلاف، ما كنطلبوا من الناس المسؤولين الله يرحم لهم الوالدين يوقفوا معنا حتى حنا ويديروا لنا حتى حنا حقوق ديالنا. راه ما عندنا حتى حنا حتى شي حاجه، هاد الحريفه هي اللي عندنا. دابا حنا كمهنيين كنطلبوا لهم ينظفوا لنا السوق، يجيبوا لنا بركاسه ويحضروا لنا الماء، هذا الشيء اللي كنطلبوا. واش غنقول لك؟ ها الكليان هما كل شيء كاينين. ها الانتخابات عاد جابوا الكراطه اليومين ديكارطوا من هنا. هاد الشيء اللي كاين. هاد الرياشة ملي كيساليو كيحطوا الريش ما كيعرفوش فين كيديوه. ملي كيهزوا معاهم كاين اللي كيلوحوا في الطريق، كاين اللي كيحطوا هنا في جنبات ديال في بلاصتو، كيبقى شهر على شهر على شهر. كان سبق لينا سجلنا فيديوهات، حطينا شكايات لشرطة البيئة، حطينا العمالة، حطينا رئيس الجماعة القيد، كنشكيو بان النظافة. خطير هاد الدجاج، والدجاج اللي لا مات شي حاجة كتبقى هنا داخل السوق، وسوق على سوق على سوق على سوق. هادشي كلشي لاحظناه ونبهنا ليه وما كان حتى شي نتيجة مدة سنوات. ملي كيكثر عليهم هاد الزبل ديال الريش كيحرقوه، كيبقى في بلاصتو كيتحرق. هاد السوق الأسبوعي كامل ما فيش طواليطات، ما فيش مراحيض عامة، وما فيش ماء. طبعا أحمل المسؤولية لجميع المواطنين منهم أنا شخصيا، لأن كنا أبناء الوطن وكنا كل واحد من موقعه كنحملوا رئيس الجماعة، لا الأسبق ولا السابق ولا اللي قبل ولا اللي الآن، كنرحل السلطات المحلية ولا شرطة البيئة، السيد العامل والمسؤول الأول عنده الوصاية الكاملة على المنطقة، كان هو كيتحمل خصو يتحمل فيها المسؤولية كحقوقيين كمدنيين كمواطنين، لنجيو السوق ونرضاو به هو بحال هكا، حتى كذلك هما مسؤولين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.